ارخص ارخص يعني ديال 6 دراهم لا خديجه كاينه 6 دراهم كاينه 7 دراهم كاينه 8 دراهم هي تبارك الله هي شتي هاد الدايره 18 درهم ثمن جد مناسب هي بطيب على الفحم انتم عندنا الكسا عندنا السوسيط عندنا طاكوس عندنا كل شيء مرحبا دابا الكفيته طابت وجدات مرحبا بكم ها هي وتحمرا فوتزوق يلا خويا مرحبا بكم عندنا يعطيك الخير يعطيك الخير انا الطاكوس ديال 18 درهم فيه الكفته والفريت والفخوماج ولي صوص 18 درهم لا مسكين كل شيء ياكل هذا بانيني بالطون والفرماج 7 دراهم اللي عنده ياكل اللي ما عنده ياكل لا خديجه واحد السر قالوا لي عندك هنا اي قالوا لي كتصاوب المايونيز هنا الراس وكتصاوب البطاطا طيطه تنقيها الراس اي تنصايب المايونيز هنا بالعشوب داكشي مقاد طبيعي هنايا في المحل وبطاطا تنصايبها على يديا بارك الله عليك هانتوما اللي شاف هذا الفيديو خوتي خواتاتي بارطاج البارطاج البارطاج بدكم كلكم تعاونوا مع لا خديجه لا خديجه بدكم تعاونوا معاها اللي شاف هذا الفيديو يجي ياكل هذا الشيء هذه الماكله كلها غزال وكلها فن ولا خديجه والنقاء النقاء والجودة بارك الله لاله خديجه بارك الله فيك الله يكرمك بارك الله فيك هذاك الشيء تيبان معك راه تبارك الله بارك الله فيك اخويا عندنا كفته على الفحم هذه كفته ديال لادان ديال لادان على الفحم تبارك الله تبارك الله عندنا سوسيط عندنا لادان عندنا طاكوس كل شيء على الفحم يعني دابا شحال من واحد كيتسحب الا نتوما كتصيبوا الكفته في الكريه عاد تجروها في الطاكوس عاد لا تطيسيو الطاكوس على الفحم لا كل شيء تيطيب على الفحم تبارك الله ما عنديش مرحبا والثمن جد مناسب جد مناسب بزاف مرحبا زيد قدام نقول لك شرع زوين بارك الله فيك وهاد الكفته كتشريها وكتقومي انت تيبان ليا اييه غنصايبوها عندنا بارك الله عليك ما عنديش تقوم هنايا في المحل اييه وتطيب على الفحم قولي لا خديجه نعم اخويا دابا راه بزاف ديال المحلات كيديروا الطاكوس الطاليني ما تيديروش بهذه الطريقه لا خويا حنا تنديروا هذا الشيء بلدي عندنا بلدي كلشي بالفحم كلشي تيطيب على الفخر وانت الثمن جد مناسب كلشي جد مناسب بزاف قال لي ارخص ارخص طاني عندكم 6 دراهم وي داكشي اللي كاين بكل دابا بحال دابا التلاميذ ديال المدرسه وليدات المدرسه اي اخويا قالوا باش كاسكروت اي مرحبا خديجه هنا مرحبا خويا مرحبا داكشي معك راك زوين اجيو مرحبا بكم معنا دابا نوريوكم كيفاش تتحضر انتم من بعد تغدات الكفته وتصايبات وتشوات في الفحم هيا بينا نديروها في هاد اللعيبات مرحبا بكم عندنا باش يبقاو شادين السخونيه ديالهم والشاف سيمو هو معنا تاهو تيصايب الله يعطيه الصحه انتم عندنا الكسا عندنا السوسيط عندنا طاكوس عندنا كل شيء مرحبا شنو بغيتي تصاوبي لنا تذوقوا عندنا شوف الشاف سيمو غادي نصايبوا لكم واحد طاكوس بالكفته بالكفته مرحبا الثمن جد مناسب كاينه 18 درهم مرحبا بالجميع اللهم بارك لك محمد لا خديجه سمح لينا ومرحبا بها ونتهلاو فيها من داك الشيء الرفيع دابا طاكوس جداد هاكي تتشوفوا معنا تبارك الله انتم طاكوس هي هي تبارك الله هي شتي هاد الدايره 18 درهم ثمن جد مناسب هي بطيب على الفحم انتم كي تشوفوا هي تحمرت ولات زوينه بارك الله انتم شفتوا حتى الطاكوس الى 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 طبع الفحم على الفخر ما كاين لا فحم لا والو الدارجه الفخر على الفخر لا طبع الفخر تيتنغم حاجه واعره حاجه طبيعيه ما كاينش بحال الفخر ما كاينش بحال الفخر الفخر حاجه واعره قول لا خديجه باش تحل المحل هنا اللي بيجي ياكل حلو الماكله جي مرحبا تنحلو مع الصباح ما
معاش تقريبا بالصباح عشرات تسعود تنكونوا حالين. توجهي شي نداء ولا توجهي شي رساله للناس اللي تيجيو داخل الوطن وخارجه. ايه مرحبا خويا تنوجه لهم هذا النداء، مرحبا اللي كاع اللي جا مرحبا به عندنا 6000 مرحبا، اللي عندي ياكل اللي ما عندي ياكل 6000 مرحبا، كلشي مرحبا بكم، نشكركم بزاف والله العظيم جزيل الشكر ومرحبا بالجميع. شوفي الله خديجه واجد. اي الله يكبر بك اخويا. علاش خلقنا الله باش نتعاونوا مع بعضياتنا؟ اييه التعاون داكشي اللي كاين. وراه المغاربه. وييه. القضيه ديال معروفين بالكرم. اللي ما عندي باش نافد الزلزال الحمد لله. وييه معروفه بالكرم، هذه هي المغرب، مرحبا. داكشي تبارك الله هاد الناس ديال اللي ضربوا الزلزال اش توقع لهم. اييه الله المغرب كله. الله يرحم الاموات اللي بقى الله يسر ليه الامور. امين. واللي مات الله يرحمه. ومرحبا بالجميع. زعما كيعشتي الزلزال، كيعشتي الزلزال. واخويا الزلزال ما نكذبش عليك حاجه راهي باقا دخل علاش شويه. ايوا زوينه هادشي اللي طلع والحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه، كلشي داز بخير وعلى خير. وتنشكركم هاد الوينفر. اييه وتنشكركم بزاف الله العظيم. بالنسبه للاثمنه اللي حنا ما حطيناش الاثمنه غادي نقولهم حنا. اييه الاثمنه جد مناسبه. ها هما جد مناسبه. ارخص ارخص يعني ديال 6 دراهم. اه كاينه 6 دراهم. كاينه 7 دراهم، كاينه 8 دراهم، كاينه 10 دراهم. ايه عاودي زيد ديال خديجه. ها انت 13 درهم. ايه ديال لانشون. ايه كيك ستابالينينغ. ايه 13. 13 خراصات ها هي. سوسيت. سوسيت 15 درهم لدان. يعني انت ماشي مناسب. 17 درهم. وكاين الدوبل 22 وكاين سبيسيال 25. 25 درهم. بالنسبه للطاكوش. اه. هو ديال اجزاء من 18 درهم. من 18 درهم حتى 22 درهم. ومرحبا بكم. مرحبا 6000 مرحبا والله يكبر بكم. اللي بغى يزيد الفريت 5 دراهم. ايوا اللي بغى يزيد الفريت 5 دراهم. ومرحبا بالجميع. تنشكرك. بارك الله فيك اخويا التنر. الله يزيد الصنعه. بارك الله فيك الله يكبر بكم. بارك الله فيك الله يكبر بكم حتى انتم وسمحوا لينا. كنتوقعوا انه غادي يجي عندك الناس. مرحبا مرحبا بالسلام. مرحبا مرحبا 6000 مرحبا. عاونوا لا خديجه الله يعاونكم. يعاونكم الله. دير العنوان قابلين شويه في العنوان. العنوان مراكش. اه مراكش. المحامي. القواس المحامي 9-1. هادشي حدا الكوميساريه. حدا الكوميساريه. عمرها الكوميساريه قديمه. ايه. عمرها الكوميساريه. ايه. تبارك الله عليكم، السلام عليكم. بالنسبة للعنوان ديال لا خديجة اللي كتبيع بانيني وطاكوس على الفحم فهي كتواجد في مراكش، حميد القواس كي تشاهدوا معايا هذه لارا ديما اللي كاينة في حدا القواس، كتلقى هاد الشريح كدور على اليمن، كتمشي نيشان تقريبا واحد 400 متر، الشارع الأول لا، الشارع الثاني لا. تلقى الشارع اللي كيدي الكوميسارية القديمة كتفوتو، الشارع اللي تابعو تدور على اليسر كتمشي تقريبا واحد 100 متر، وهنا كتواجد لا خديجة اللي كتبيع طاكوس على الفحم، كتشاهدو هذا هو المحل ديالها، اللي جاي من القواس الشارع القواس راه تقريبا راه بعيدة منو بواحد 50 متر، والله يحفظكم وتبارك الله عليكم.